Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. Jazakumullahu khairan. I'm very grateful for your support. If you have not subscribed, please do subscribe. Today we are going to start from Surah Al-Baqarah, Ayah 189, with two modes of slow and fast recitation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك يس أ sound and then lam is with the vowel elongation لو يسألونك Anil noon with the lam. Anil a here Hamza. Anil ahillati becomes ahilla. The circle ta marbuta becomes ha at the stop sign. Anil ahilla. قل هي مواقيت واو لونجيشن قي يا لونجيشن مواقيت للناس والحج stop وليس البر لي لا مدية وليس البر بأن ت همزة تأتل without elongation not تأتل تأتل تاود لام تأتل بيوت با is quick يا is you بيوت من ظهورها ها is who with واو ظهورها ولكن الكن اللام نونز with the lam نل ولكن البر من نون دتا من اتقى قاف with the small الف longation يا is silent من اتقى وأتوا البيوت وأتوا البيوت من أبوابها أبواب longation أبوابها واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون تفلحون حاود واو وقاتلوا لام الدواو وقاتلوا في سبيل الله سبيل الله الذين يقاتلونكم يقاتلونكم ولا تعتدوا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وود قاف ألف سايلنت هير وقتلوهم حيث ثقفتموهم ثقفتموهم وأخرجوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أخرجوا جيم از لونج أخرجوكم والفتنة والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم ولا تقاتلوهم عند
عند المسجد دال الدلام عند المسجد الحرام حتى تحاود تا شدة عند تاود اسم الألف تا لونجيشن حتى يقاتلوكم يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا نون الدنون فإن انتهوا نطهو تهوا فإن الله غفور رود را because this first ra has two dhamma so tanween after that ra from your malun rurra غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون is wrong لا make it long لا تكون فتنة تاود واو فتنة ويكون نون الدال because دال has شدة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين We stop here inshallah and recite the faster mode together. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأنت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها اتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه
فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم.